موجز الأخبار من أي بي سي نيوز عربية، أهلا بكم. البرلمان العراقي يصوت على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018. الكهرباء توجه بإسناد دوائر البلدية للسيطرة على تصريف مياه الأمطار في محافظات العراق. متنبئ جوي يؤكد أن موجة قطبية قاسية في طريقها لاقتحام أجواء العراق بداية الأسبوع المقبل. الأمن الوطني يطيح بأحد الأطباء الصيدلانيين في البصرة بعد متاجرته بالحبوب المخدرة. توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق ولبنان وسوريا والأردن لتعزيز التعاون الزراعي والتبادل التجاري فيما بينهما. وفي الشأن الدولي، المركز الوطني لرصد الزلزال في سوريا يعلن عن تسجيل 27 هزة ضربت البلاد خلال 24 ساعة مضت. الاتحاد الأوروبي يتوعد بيلاروسيا بالمزيد من العقوبات بسبب مساعي لنشر أسلحة نووية روسية على أراضيها. انتهى الموجز، إلى اللقاء.